مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا في الجزء الأول ديال أشهر سجين محمد بن طازوت، الجزء اللي تناولنا الموضوع مع الأخت ديالو، والجزء الثاني تناولنا مع السي محمد المعني كيفاش دوز 21 سنة سجن ولا زال يطالب بالبراءة ديالو، ولا زال يطالب بالبراءة ديالو. الآن أول ظهور الأب ديال محمد بن طازوت بوالحسن، عنده حوالي 87 سنة. الأمنية ديالو أنه يعنق ولده ويمشي معاه، وهذا هو اللي مكتبش. الآن تبعوا معايا بوالحسن. السي محمد 21 أو 22 سنة ديال السجن، ملي جا خدا واحد القرار قال لكم ندير الحبس ديالي في الدار، باقي البراءة، وانت الله اللي عنبك وأنا عارف، قولي اللي بغيتي. شنقول لكم الله يسلمك وخباله في الخير. مرتنا مرت راسو. شنقول لك، انا كنطلب من عند ديال الامن يكون من الرجال الصالحين، راه غيتحاسب حتى هو غدا امام الله على هاد المشاكل. بعد من البلاله يبلي غدا يوم القيامه، راه كل راعي مسؤول على الرعيه ديالو، راه من الرعاة المسؤولين على هاد الرعية. بغيت نسولك سؤال، هاد المقيه هاد السيد اللي مات، فين قتلوه؟ فين مات؟ ورينا البلاصة فين مات، وباش تهز وباش تحط وباش تقرب بحالاش، فين كاين؟ اللي مات، الا مات في السماء مات في السماء، الا مات في البحر مات في البحر، الا مات في الدنيا راه بقى القارة ديالو فين مات، يمشي ورينا هاد البلاصة ديالو فين مات. ولكن هاد الناس دابا كيديروا ثقة في اللي ما يستحقوها. انت راجل ديال امن وانا مسؤول عليك، ولكن داير فيك الثقة انت اللي جيتي عليك، كنقول واخا لاس ما غاديش ينفعك غدا امام الله. طا تبعوا من اللور شنو كيدير هاد الخلق هذا. ارانا هاد القضية التحقيق مني جا عنده سميتو، وشاف الملف ديال القضاء ديال اللجنة القضائية فين مات هاد السيد، وباش تقتل وباش تفصل وباش ترفد وكيفاش تفرق. هذه هي البينات ديال الجريمة. ها السلام عليكم، هذا راه كيرعى في الغابة، جيبوه دخلوه للفريهن. بوالحسن انت كدير التجارة، تعرفتي انت بالمحل ديال الدجاج، وكان معك السي محمد. ملي تشد السي محمد 21 سنة، كيفاش دوزتي هذيك السنين؟ حنا ما نويناش غيدير معنا هاد المشاكل كلها. قال لك لو بغيتو نخرج ديروا لي بلاصة فين نستقر، فين نستيب الحق ديالي. كنطلب التحقيق في هذا الملف، كيفاش داير هذا الملف؟ السلام عليكم، اجي من الغابة دخل لكوريا، ندخل لفوريان. واش انا دابا راه بشر وراه غادي نوقفو قدام الله تعالى ظالم ومظلوم؟ نتشد وانا في الحانوت بخير، ما خصناش وما عندناش، بقينا نضرب عندنا هادي من هادي لهادي لهادي لهادي، تا جلسنا على الحصيرة 22 عام. هادي دوزت امتحان فاس ما عندي خبر عليها. شفت الدرية غلطت علي الحانوت، مالكي ما كانش شي اخرى، مالكي؟ قالت لي فرحك، علاش غنفرح؟ قالت لي غادي نشحت. فين نشحت؟ قالت لي نشحت في سيبير فاس. وقالت لك دابا ولا 50 فرنسي دولي، ربي شاهد، درت وليدي لجيبي هاك، سرقوا عيني بالدمع. قلت لها اش كاتبكي؟ دخلت شافني تل المحل، جبتو ديك الناموسية، وداك الشيء اللي فرطو تحت الناموسية، وصيفطو ليها. لاحظنا أنا ما سولش حاجة، لقاو ولا ما لقاوش، ولا قليل ولا كثير. هادشي بو الحسن، النهار اللي نجحت الاستاذه فرحتي ليها؟ بغيت تبكي. المحل هود،
كيشوفوا التجار ما غتبغي تخسرولكش، ولكن لما كيشوفوا المحاكا هواد شكون غيتهز لك الثقه يعاونك يسلفك مثلا. قلبك انت، انت القلب ديالك مقصح في سي محمد مشدود، وهي جابت لك الفرحه قالت لك راني نجحت. يا اختها فتالي قالت لي يا فرحة برا خادي جنجحت فين جحت، قالت لي جا في سيبر فين سيبر سيبر فات، وانا ما عنديش راحة ما عنديش خبر. زرقوا عيني بالدموع، قالت لي بابا شنو تفرح كتبكي، قالت لي بنتي راه الله هو اللي عان. ايوا انت ديك الساعة كتخدم وكتمشي عند السي محمد للسجن زور؟ مشي عندو مشي عندو، ملي كان في الجنف الاول كان ياسي كفى نهار كفى نهار جمعة وكفى نهار اثنين. الحمد لله، وهذاك ابراهيم رفض كفى من هالجي وكفى من هالجي وغادي يجي معاهم، ولكن هاد الدري الله يهديهم مرض بينا وبين مرض خان. واش غنقول لك غير هو كنتي قلتي لي، قلتي لي تأزمت ملي خرج، كنت نتمنى نجوجو، كنتمنى انا لي حتى الان كنتمنى من نتمنى من الله تعالى يسهل عليا ويسهل علي يدير ولاد ونشوفهم بعينك، ولكن ان شاء الله. الله يسترك بو الحسن، الله يسترك عليك. مشاهدينا الكرام والله العظيم الى امور واضحه. تفضلي. واحد النقطة اللي قال الوالد كان تيبيع يشري مزيان، ولكن فاش وقع المشكل الأخ ديالي عرفتي كان اللي قالها، ودابا الأخ ما كانش كيطلب غير ليه هو، كيطلب ليه هو وكاين سجناء ما كيزورهم حتى شي حد، وكان تيطلبنا الميزانية بزاف وجوج المرات في السيمانة. داكشي اش قال لك الوالد الميزانية هبطات مزيان وتقصحنا ماديا بزاف، داكشي باش جات الفرصة ديال أنني نجحت في لينس في فاس. وهذه الظروف اللي كانت بكات الوالد ديالي، لان عمره ما كان كيحس بان غيجي واحد النهار وغيهبط مزيان ماديا. السجن كان بزاف، لان كان ضرر مادي ونفسي وعلى جميع المستويات، ونتمنوا على الله المسؤولين يسمعوا الصرخه ديالنا. وما كنطالبوا بوالو، كنطالبوا باعاده التحقيق، وكنطالبوا يعني الحقيقه تبان. حتى ذاك القاتل ما خصوش يبقى حر طالق، القاتل خصو يبان، حق الضحيه كثر. الضحيه تعرض لواحد التعذيب ربما واحد ساعه ولا ساعه الله اعلم، حنا التعذيب ديال 22 عام والتعذيب بعامين زايدين ملي الاخ ديالي باقي قابط راسو باقي معتقل. استاذ انت سنين طوال وانت في التعليم، التعليم العمومي، تتلمذ على يديك ناس تبارك الله اللي وصلوا قراو عندك ناس، وكان الهدف الاسمى ديالك هو توصلي للدكتوره، حتى قربتي للدكتوره ما قدرتيش تكملي نظرا سواء الجانب المالي والجانب المعنوي بجوج. يعني كنتي انت كتزوري انت السي محمد واشكاليات، تبارك الله كنتي كتقراي وصلتي لمستوى عالي في العلم. الدكتوره كنت سجلتها وكل شيء، يعني كنت بديتها. المشكل المادي ما كانش ديك الساعه، كان مشكل كنت انا عندي لابورس، لان كنت عندي لي مونسيون في لافاك لابورس عندي، والوالد والله العظيم كان كيعطيني بالربعين 30 كيقول لي باش ما تحتاجيش لشي حاجه، لان كان الظروف الماديه حنا فقراء، ولكن زعما كنا مكتفين الناس. كما قلتي تلمدوا على يدي مجموعه من الناس في تيزنيت وفي سلا الجديده، والحمد لله مازال كنساعدوا ولاد الناس. والحمد لله المشكل اللي وقع لينا ما عمرو خلانا اننا نحقدوا، بالعكس ولا عندنا الطاقه ديال نعطيو اكثر، والناس اللي ضعف منا اكثر. يكون شي طالب مثلا ضعيف ولا عنده مشكل ولا هذا كنتعاطفوا معاه اكثر، لان حتى حنا دازت علينا ظروف خايبه وقاصحه بزاف. الله يفرج عليكم يا ربي، وتنطلبوا سيدي ربي يسر الامور ان السي محمد يخرج من هذا السجن اللي داير. الوالد الله يسترك يا ربي، والله يعطيك صحيحتك، والله ينورك ويفرحك في وليداتك. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا، الشق الانساني كان طاغي بشكل كبير في هذا الملف، في هذا الفيديو بالضبط. بو الحسن حوالي 87 سنه ضحى بالغالي والنفيس باش يكبر الوليدات. الفاجعه او اذا صح التعبير، الابتلاء العظيم اللي صاب السي محمد غير لا إلى الماء هو أصعب وأسوأ. لا إلى عشت في الفرح وعشت في الحزن. الفرح أستاذة كملات في الدراسة ديالها، قرات دخلات للدولة
وفي نفس الوقت الحزن هو السي محمد في السجن. كما قلت في السابق، عائلة بنطازوت عائلة مثقفة وعائلة رياضية، حتى لا ننسى الأخ إبراهيم اللي هو الأخ ديال السي محمد اللي له مسار طويل في الرياضة، بالضبط في النادي القنيطري في رياضة المصارعة. مشاهدينا الكرام، كل هاد النقط اللي كنناقشوا الآن في هذا الملف، الهدف الأسمى فيها هو بحث نزيه، النداء مرة أخرى للنيابة العامة والسيد المدير العام السي الحموشي، لهم الإمكانيات هم الفرقة الوطنية لفك لغز هذا الملف. مشاهدينا الكرام، عائلة بنطازوت تطالب بالبراءة والأبحاث سيدة القرار في هذا الملف. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.